قناة الدار، مرحبا بكم في هذا مباشر من مدينة طنجة. طنجة اللي عرفات واحد الجريمة الكراء اللي عرفها الشعب المغربي كامل، هو قتل وتشويه جثة الطبيب، الجريمة التي أصبحت معروفة ب طبيب طنجة، جريمة طبيب طنجة. بعد إلقاء القبض من طرف السلطات الأمنية على المتهم الرئيسي في الجريمة اللي هو طالب المسمى بطالب ورزازات، أو الذي عرف إعلاميا بطالب ورزازات، واللي يعني ألقي القبض عليه مباشرة بعد الجريمة النكرة، اليوم السلطات الأمنية في مدينة طنجة تقام هي الآن في المنزل اللي تم الارتكاب نتاع الجريمة فيه، وهي الآن بصدد إعادة تمثيل الجريمة في هذه الإقامة السكنية أو هذه العمارة السكنية اللي كتشوفوا قدامكم. هنا وقعت الواقعة، وهنا تم يعني الإجهاز على الطبيب. يعني السلطات الأمنية الآن في عين المكان، المتهم الرئيسي راه هذه الكارثة أو الجريمة النكراء هو بداخل المنزل من أجل هذا الأمر. طبيعة الحال هذه الجريمة هزت مشاعر المغاربة كاملين في جميع ربوع المملكة، لأن الشعب المغربي شعب ما مولف مثل هذه الجرائم البشعة اللي كتكون جرائم وتشويه الجثث. ردود أفعال متباينة وقعت بعد هذه الجريمة، لكن العمل الكبير اللي قامت به السلطات الأمنية أدت إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي كما قلنا بسرعة قياسية. حيثيات الموضوع المغاربة كيعرفوها، ولكن للأسف الشديد كتبقى مثل هذه الجرائم تسيء يعني دخيلة على المجتمع المغربي، المجتمع المسالم، المجتمع اللي يعني كيعيش بسلام. فهذه الجرائم هادو لا علاقة لها لا بالتربية ولا بالأخلاق. طبيعة الحال كما كتشوفوا مباشرة من مدينة طنجة، السلطات الأمنية في عين المكان جابوا المتهم الرئيسي في هذه العملية. هو الآن داخل البيت حيث وقعت الجريمة، باش كيقوم بالعمل يعني مع السلطات الأمنية كي يديروا إعادة تمثيل الجريمة. مشاهدي متابعي قناة الدار، أنتم معنا مباشرة من مدينة طنجة أمام هذه الإقامة السكنية حيث ارتكبت الجريمة البشعة نتاع هذا القاتل. نحاول نقربكم من الأجواء حيث يعني السلطات العمومية تقوم بالعمل ديالها، كذلك حضور قوي للصحافة والإعلام المغربي. انتظار خروج المتهم الرئيسي في هذه العملية. نذكركم متابعي ومشاهدي قناة الدار أننا معكم مباشرة من مدينة طنجة، هذا البيت وفي هذه الإقامة السكنية وقعت المجزرة أو يعني الجريمة البشعة اللي تعرفت بجريمة طبيب طنجة. بعد ذلك ألقي القبض على المتهم الرئيسي في هذه العملية اللي هو طالب، تعرف إعلاميا بطالب وهزازات. نحن الآن السلطات الأمنية مباشرة في البيت اللي وقعت فيه نزار. مسرح الجريمة، ولكن وقعت الجريمة خلفت ردود فعل قوية
كل شيء متبعها وكل شيء عارفها. السلطات الأمنية بعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في هذه الجريمة، بعد استكمال البحث التقديمي أمام النيابة النيابة العامة اليوم في مدينة طنجة، وداخل الإقامة السكنية حيث وقعت الجريمة، كنت تواجد مباشرة معكم من أجل أطوار إعادة تمثيل الجريمة. نذكركم أن المتهم الرئيسي هو داخل الآن انتظار الخروج ديالو، والمحاكمة ديالو ستتواصل طوال المحاكمة ديالو بطبيعة. كما تلاحظون مشاهدي متابعي قناة الدار، مباشرة من طنجة حيث تتم في هذه الأثناء عمليات إعادة تمثيل الجريمة الأخرى، الجريمة البشعة اللي عرفتها المدينة وعرفها المغرب منذ أيام. مباشرة بعد اكتشاف زفة الهالك، نذكركم في يوم ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضي، المصالح الأمنية قامت بمجهود كبير واعتادت إلى المتهم الرئيسي الذي ألقي عليه القبض وهو متجه نحو مدينة ورزازات. بعد ذلك تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي استكملت الإجراءات. أحسن بخير. مباشرة هنا كما كتلاحظوا نحن كنتواجدوا أمام الإقامة السكنية في وقعت الجريمة الأخرى نتاع هاد الناس. فالإقامة السكنية هي هذه، هنا وقعت الجريمة البشعة. دائما نذكركم ان هذه الاثناء كاين عمليه اعاده تمثيل الجريمه، فالسلطات العموميه مكان الجريمه كما كتلاحظوا، كنحاولوا نقربوكم الاجواء اللي كاينه في انتظار خروج المتهم الرئيسي اللي راه مع السلطات الأمنية داخل البيت اللي ارتكبت فيه الجريمة البشعة.
مشاهدي متابعي قناة الطار، نذكركم دائما أنكم معنا مباشرة من مدينة طنجة، حيث تجري في هذه الأطوار في هذه الأثناء أطوار إعادة تمثيل جريمة طبيب طنجة. نذكركم متابعي ومشاهدي وقراء موقع الدار أنكم معنا مباشرة من مدينة طنجة، حيث تجري الآن أطوار إعادة تمثيل الجريمة أنكرة، الجريمة البشعة اللي هزات مدينة طنجة آخر الأسبوع اللي داز، حيث اهتز سكان هذه الإقامة على وقع جريمة أنكرة راح ضحيتها ما بات يعرف بطبيب طنجة. إضافة إلى الحضور الأمني والإعلامي، فهناك جيران الناس سكان مدينة طنجة كما كتلاحظوا حاضرين كذلك هذه العملية. نحن الآن نحاول تقريبكم من أجواء انتظار خروج المتهم الرئيسي في هذه الجريمة اللي ألقت عليه السلطات الأمنية القبض. أحاول تقريبكم دائما الصورة جانب دائما انتظار خروج المتهم الرئيسي من الإقامة السكنية، حيث وقعت يعني الجريمة الأخرى اللي ذهب ضحيتها كما قلنا طبيب ما أصبح يسمى بطبيب من طنجة. أحاول تقريبكم الآن من أجواء دائما الأجواء ففي هذه الأثناء كما قلنا لكم نذكركم مشاهدي متابعي قناة الدار مباشرة من طنجة، حيث تجري أطوار إعادة تمثيل الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها ما أصبح يسمى بطبيب طنجة. السلطات الأمنية جابت المتهم الرئيسي وهو الآن داخل هذه الإقامة السكنية اللي كتوجد فيها شقة طبيب المتوفى،
اللي كانت جريمه بشعه وجريمه نكره، رافقها تشويه الجثه. الان السلطات الامنيه مع المؤتمر الرئيسي داخل البيت انتظار الخروج ديالو. انتم معنا مباشره. نذكركم مره اخرى انه في وقت قياسي تم القاء القبض على المتهم الرئيسي، حيث كان متجها حسب الانباء الى مدينه ورزازات. مشاهدي متابعي قناة الدار، نذكركم أنكم مباشرة معنا من مدينة طنجة، حيث تتم في هذه الأثناء عملية إعادة تنفيذ الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها طبيب طنجة. للتذكير، فأسرة الهالك فضلت أن يتم دفنه في مدينة فاس. بالفعل تم دفنه في مقبرة فاس. نذكركم مشاهدي متابعي قناة الدار، معنا مباشرة من مدينة طنجة، حيث تتم هذه الأثناء وإعادة محاكمة إعادة تمثيل الجريمة. المتهم الرئيسي وداخل هذه الإقامة السكنية حاليا، بعد قليل سيخرج مرفوقا برجال الأمن. نذكركم دائما اننا الان في الإقامة السكنية حيث وقعت الواقعة. نذكركم دائما مشاهدي متابعي قناة الدار أنكم معنا في المباشر من مدينة طنجة. تواجد كثيف لرجال الأمن ورجال الإعلام وكذلك ساكنة المنطقة. هذه الجريمة منكرة اللي هزت المغرب كامل، ماشي غير طنجة بوحدها. الآن يتم يعني إعادة تمثيل الجريمة. المتهم الرئيسي وقع عليه القبض وهو الآن داخل الشقة حيث وقعت الجريمة نكرة. بعد لحظات المتهم الرئيسي الجريمة قد يخرج مرفوقا برجال الأمن.
متابعي ومشاهدي قناة الدار، نذكركم دائما أنكم في بث مباشر من مدينة طنجة أمام الإقامة السكنية اللي وقعت فيها جريمة قرأ وبشعة، جريمة قتل طبيب طنجة المعروفة، واللي كان المتهم الرئيسي فيها هو أحد الطلبة أو ما يعرف إعلاميا بالطالب ورزازات. كتشوفوا الحضور، هذه حضور الساكنة، جيران، بعض الناس، حضور رجال ونساء الصحافة والإعلام، وكذلك الأمن الوطني. في هذا المباشر نحاول تقريبكم من مسرح الجريمة، وأمام الإقامة السكنية اللي وقعت فيها الواقع. طار لازلنا معكم من مدينة طنجة. لازلنا ننتظر مباشرة معكم حيث القضية. هذا الأثناء تقوم هذه الإقامة السكنية اللي كتوجد حداها هنا فين وقعت لك الجريمة النكرة، الجريمة البشعة. في هذه الأثناء لا زالت أطوار إعادة تمثيل الجريمة جارية. المتهم الرئيسي غيخرج بعد لحظات باستكمال الإجراءات القانونية اللي كتقوم بها السلطات الأمنية. مشاهدي متابعي قناة الدار، ننتظر في أي لحظة خروج المتهم الرئيسي في جريمة قتل طبيب طنجة، جريمة البشعة التي هزت مدينة طنجة وهزت كل الكيان المغربي. كما قلنا ردود فعل متباينة كل السنكار. الآن مباشرة غادي تشوفوا المتهم الرئيسي قتل أو أمامكم مشاهدي متابعي. أو أمامكم الآن
فيما شاهدته، ففي هذه الأثناء السلطات الأمنية تقوم بإعادة تمثيل الجريمة كما شفتوا منذ لحظات مباشرة على موقع الدار. المتهم الرئيسي هو هذاك اللي كان مرفوق برجال ونساء الأمن. نذكركم أنكم مباشرة معنا من حي من أمام مسرح الجريمة، من أمام الإقامة السكنية اللي هو خارج الآن مباشرة. أنتم تشوفوا هذا هو المتهم الرئيسي مباشرة يتم تصويره وتصعيده. مباشرة من مدينة طنجة المتهم الرئيسي، عملية قتل قضيب وتشويه الجثة ديالو. حيث قامت السلطات الأمنية بعملية إعادة الجريمة كما تشوفوا مباشرة معكم من قلب الحادث. خروج كما كتشوفوا المجرم ينقل الآن. المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ينقل الآن. فهنا أمام مباشرة مباشرة متابعي مشاهدي قناة الدار كنا معكم مباشرة من مدينة طنجة، حيث قامت السلطات الأمنية بعملية إعادة تمثيل الجريمة في الإقامة السكنية اللي عرفت جريمة بشعة، جريمة بشعة وهي قتل ما سمي بطبيب طنجة. السلطات الأمنية جابت المتهم الرئيسي باش دارت عملية إعادة تمثيل الجريمة. هادشي اللي شفتوه معنا مباشرة من مدينة طنجة مشاهدي متابعي قناة الدار. احنا الآن في قلب الحدث، السلطات الأمنية والناس حضروا في جميع يعني حضروا لهاد العملية. كيفاش أن المتهم قتل طبيب وشوه جثته. كنتم معنا مباشرة من مدينة طنجة مباشرة أمام الإقامة السكنية حيث وقعت يعني الجريمة النكراء. شكرا مشاهدي متابعي قناة الدار، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم في موضوع قادم إن شاء الله.